مرحبا بمتابعي قناة شوف تي في مباشرة من مدينة سيدي بنور. اليوم أمام قضية أخرى، قضية حراس الأمن. لما يعني باش نقولوا بالعبارة كاملة، لما يتعرضون له من استهزاء، من تحقير، من تمييز كما تقولوا هما. الآن هما في هذه الوقفة الاحتجاجية، من بعد وقفات احتجاجية حول يعني المنح ديالهم، استخلاص الاجور ديالهم اللي ما كيتوصلوش في الوقت المناسب. اليوم وقفه اخرى من اجل تسويه الوضعيه ديالهم، اليوم اجل تسويه الوضعيه ديالهم. هناك حوارات، هناك يعني تدخلات. الان كما كنشوفوا مؤازره ديال بعض الجمعيات، كجمعيه محاربه وحمايه المال العام بسيدي بنور، بعض الفعاليات الجمعويه كما كتشوفوها. هما يعني الاخوان منتشرين هنايا في وقفه احتجاجيه على الوضعيه اللي تعيشوها. هما لا يطالبون باي شيء سوى تسويه الوضعيه القانونيه ديالهم والوضعيه الاداريه. ربما كيقول ان هما كيطالبوا بالادماج ديالهم داخل المندوبيه المديريه الاقليميه للتعليم، يعني ما بقوش تابع الشركه، كيتمنوا ان كل ادماج ديالهم داخل المؤسسه داخل الدوله. لان كما كنعرفوا ان الشركه اللي كتكون حاصله على الصفقه كتكون هناك بعض امور، عدم التواصل بالمستحقات ديالهم في الوقت المناسب. بالنسبه للترسيم ديالهم هنايا غادي نشوفوا اشنو غادي يقول لنا الحراس ديال الامن اللي كتشوفوها هما منتشرين ومجموعين هنايا مطالبين بالحقوق ديالهم امام عمله اقليم سيدي بنور. دائما مباشره من عين المكان غنشوفوا الاخوان. السلام عليكم. السلام عليكم خويا. انت مباشره معنا الان على قناه شوف تي في، شنو هو المشكل اللي واقع من اجله هنايا اليوم؟ في الحقيقة كاين مشكل واحد، هو عدم التوصل ديالنا بالأجور ديالنا لحد الساعة وبالمستحقات ديالنا. غنبقى تسير من وحدك؟ يعني حتى الأجور غتوصل تشبع؟ الأجرة ديال واحد تقريبا شهرين بالنسبة للتعليم الابتدائي، وبالنسبة للتعليم الثانوي والإعدادي شي شهر وسبع أيام، عاد زيد العطال والكونجي ديال ثلاثة سنين باقي ما شديناش، وعلما بان الشركه رسلت الصفقه ديالها دابا حاليا وتعول على الايات الدينيه والوطنيه وهذا الشيء اللي كاين. عطي الاخ الاخر يوضح لنا اكثر. السلام عليكم. السلام عليكم. اخ زهير. السلام عليكم. السلام. شنو المشاكل اللي المشاكل اللي عندنا؟ وهي هذه الشركه دابا طلقت المارشي في بالنسبه للاعدادي والثانوي 7/5، وبالنسبه للابتدائي 23/5. لحد الساعة باقي الأجر ديالنا، مازال الراتب الشهري ديالنا ما خلصوناش، كنسالو شهر 4 بالنسبة للإعدادي والثانوي، شهر 4 كامل، وكنسالو 7 أيام من شهر 5 بالنسبة للإعدادي والثانوي. وبالنسبة للابتدائي كيتسالو شهر 5 وشهر 4 كامل، وكيتسالو شهر 5 كيتسالو فيه 23 يوم. لحد الساعة الشركة طلقت المارشي، ولحد الساعة مازال ما توصلناش بالأجور ديالنا. دابا كنطالبوا غير بالتعويضات ديالنا ديال العطل السنويه والاعياد الدينيه والوطنيه وتكمله الاجر. ولحد الساعه باقي الحوار مازال ما داروا معنا حتى شحال لحد الساعه. مشكور. دائما من امام عمله اقليم سيدي بنور كما كتشوفوا. السلام عليكم خويا. السلام بخير. لاباس عليك؟ هاني كلشي مزيان. شنو الموضوع ديالكم انتم؟ اول حاجه شكرا لشوف تي في على الحضور. الموضوع ديالنا احنا كحراس امن داخل مديريه سيدي بنور كنعانيو من بزاف د الحوايج. الشركة دابا ضربات ثلاثة سنين سالات الصفقة ديالها، ودابا كدور كتبزز على الدراري باش يسنيو واحد الاستقالة وما بغاش تعطيهم المستحقات ديالها. بلاتي هنا كاين واحد اللغز آخر. كيفاش تسنيو استقالة؟ يعني تسني استقالة بأنك حبستي مع الشركة، ساليتي الخدمة. يعني ما كتسنى من تسالوك. وما بغاوش يعطيو داك المستحقات اللي كنتسالوهم حنايا. ودابا كملوها بصيفطي لنا مفوض قضائي كيقول لك اودي خاصك تحول من هنا تمشي لجهه اخرى. كيفاش؟ كيسومونا بواحد المستحقات هزيله وكيقول لك لما بغيتي تشدها مفوض قضائي غنحولها. تمشي
تحول لبوست اخر خارج على مدينه سيدي بنور. دابا هذا هو المشكل، وهاد الناس راه ما بغا يديروا معنا والو، وحنا باقيين كنطالبوا بحقنا، ودابا راه جايه ثلاثه اشهر ما عمرنا دخلنا حتى ريال. المهم بنادم خدام فابور، المستحقات ديالنا ما عمرنا شدينا شي حاجه. دابا ثلاثه اشهر وحنا والدراري كلشي كيزاولوا العمل ديالهم داخل المؤسسات. وشكرا. دابا المشكل انك ما توصلتيش بالحقوق ديالك بالمستحقات ديالك، العيد على الابواب، واش الناس ما راعوش لان عندكم وليدات متزوجين، العيد الكبير هو جاي؟ وهاد الناس راه ما راعوش لينا، راه كون راعوا لينا كون حسوا بينا وعطاونا حقنا وما يخلوناش نوصلوا لهذا الشيء كاع. احنا اصلا بغينا حقنا، ما كنطالبوش بشي حاجه زايده. عاطي ودابا المشكله موقفين لينا فلوسنا اللي هي حقنا خدامين شهر و25 يوم، في العوض اللي دوزوا لينا على فلوسنا ما مدوزيناش لينا، دخلوها لينا مع في الاستقاله، باش تبان لك الحزمه كبيره، هي راه قليله. هادشي اللي كاين اخويا الزهير، وشكرا على الحضور. دائما مباشره من امام عماره اقليم سيدي بنور في هذه الوقفه الاحتجاجيه، غادي نشوفوا كما كتشوفوا جميع الان معنا احد اعضاء الجمعيه المغربيه لحقوق حمايه المال العام. تحيه طيبه الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان بالمغرب، تساند بشكل بدائي ولا مشروط نضالات حراس الامن التابع للمديريه الاقليميه للتعليم بسيدي بنور، ضدا على الحيف اللي تعرضوا ليه، على الظلم، على الانتهاك الحقوق المشروعه وانتهاك القوانين الجاريه العامه فيما يتعلق بمدونه الشغل وانتهاك الانسانيه ديالهم. فالجمعيه المغربيه لحقوق الانسان من بعد ما تلقات طلب المؤازره من عند هذه الفئه الاجتماعيه المعرضه لجميع الانواع ديال الظلم، فهي كتازرهم وكتساندهم بشكل مبدئي ولا مشروط، وكتستنكر الاقصاء ديالها في الاجتماع في البشويه، وكذلك كتستنكر الاقصاء ديال مجموعه ديال الاطارات النقابيه الاخرى. وهذا الاستنكار كيعبروا عليه هاد العمال بهذه الوقفه الاحتجاجيه امام العماله ديال سيدي بنور من اجل المطالبه وتسويه الملف ديالهم وتحقيق المطالب العادله والمشروعه ديالهم. وتحيه لكم جميعا. انا احد الحراس ان قال لك انهم واش هذه قانون كيهدوهم بالتنقيب، وثانيا تقديم الاستقاله. انا علاش هنا تقديم الاستقاله ديال بخصوص الاجور زائد 3 اشهر اول شهرين بخصوص المنحه ديالهم؟ حنا اللي كنطالبوا بالنسبه للجهات الوصيه فيما يتعلق مندوب الشغل او السلطات الوصيه، فهي المطالبه بها هي تطبيق القانون. وهاد المسائل ديال التاديبات او العقوبات فهي كتكون عندها قوانين كتنظمها، ومدونه الشغل هي اللي كتنظمها وفق اجراءات وفق مساطير اللي كاينه في مدونه الشغل. لذلك نطالب بتسويه ملف عمال حراس الامن التابعه للمديريه الاقليميه لسيدي بنور، والتسويه الفوريه ديال هذا المشكل، لانه ماشي اول مره كيتعرضوا هذه الفئه الاجتماعيه ديال حراس الامن مختلف الجهات اللي خدامين فيها كيتعرضوا لهذا الحيف. فليس بقليل انه حراس الامن او العمال المؤقتين بالوساطه لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللي خاضوا اضرابات كثيره، او لا مجموعه ديال القطاعات الاخرى، فان هذه الفئه بالضبط فانها كتعرض لحيف كثير وظلم كثير واستفزاز كثير، وهذا ما نسميه بالنخاسه الجديده او العبوديه والتجار في العرق ديال البشر. وتحيه لكم. شكرا الهدودي عن جمعيه حقوق الانسان بالمغرب. كما كتشوفوا احنا دائما في هذه الوقفه الاحتجاجيه تضامنا مع اخوانهم عمال النظافه، حراس الامن، كما كتشوفوا هما يعني امام عماله اقليم سيدي بنور. دائما مباشره من امام عماله اقليم سيدي بنور. الشعارات
هو مباشرة على قناة التلفزيون نقول لكم أنا مع عمل تقليم سلبا ووقفة احتجاجية لحراس الأمن الخاص، يعني عدة مواضيع على حراس الأمن، لا عمال النظافة، لا عدة شركات. دائما متابعي قناة شوف تيفي من أمام عمالة إقليم سليبان نقول لكم هذا الحدث، هما حراس الأمن لم يطالبون بتسوية وضعيتهم وكذلك صرف مستحقاتهم الشهرية التي ما زالت عالقة لمدة أكثر من شهرين. هذا الناس هادو اللي مساكن تيقول لك راه العيد هذا، العيد هذا ما عندوش باش يعيدوا. هنا السؤال المطروح، واش الشركة وكذلك كما كيقول لك انهم مهددين بتقديم الاستقالات ديالهم؟ كما كتشوف معنا حنا دائما بالشعارات من هنا من قناة شوف تيفي. نظركم موعد اخر والى اللقاء في بث مباشر اخر.